من كم يوم رحت أعمل زيارة لجارنا، لقيت عنده بيو لجارنا زلم كبير بالعمر وعاجز. سألني بعد السلام، قال لي: يا ابني، سمعت شي عن الكهرباء؟ من شي سنة سمعنا انه في بواخر جاية وجايبة معها الكهرباء، شو عاد صار؟ وين صارت؟ قولك جايبينها بالبر مشي؟ ما نطر جوابي، كمل حديثه وقال: يوم اللي خلقت ما كان في كهرباء، وهيك الصدف بلشت حياتي هربان من البلد، ناطر البواخر اللي كانوا اللبنانية يهربوا فيها من حكم الأتراك، والهيئة رح انهي حياتي على العتم، ناطر البواخر اللي جايبي الكهرباء من تركيا. وقبل ما يفوت ينام قال: فيك تتحمل الظلم من الغريب، بس ليش بدك تحمله من ابن بلادك؟ انت شو رأيك؟ قلت له: انا هذا رأيي، فكر فيها.